الحضور الكريم مع كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور، نجتمع اليوم في تقليد سنوي متجدد للاحتفاء بانتصار كان وسيظل علامة فارقة في تاريخ وطننا العزيز، معبرا عن إرادة أمة حولت الهزيمة إلى نصر ورفعت أعلام مصر على أرض سيناء في ملحمة سطرها الجيش والشعب ليحفروا في ذاكرة هذا الوطن بطولات النصر الذي نفخر به جيلا بعد جيل. ورغم مرور 51 عاما ما زال معين نصر اكتوبر يفيد بالعبر والدروس والتجارب التي نستلهم منها رؤيتنا لحاضرنا ومستقبلنا، وتؤكد لنا أن التخطيط العلمي والتنفيذ الدقيق والتكاتف أمام التحديات هو السبيل المضمون لتحقيق الأهداف. وهذه رسالة متكررة من الشعب المصري على مدار السنوات باختلاف الصعاب والتحديات. الحضور الكريم، لقد سجل التاريخ العسكري بحروف من نور عظمة انتصار أكتوبر، إلا أنني أود أن التركيز اليوم على دور الشعب المصري بأكمله في تحقيق هذا الانتصار، حيث قدم بجميع فئاته مثالا يحتذى به في مساندة جيشه ماديا ومعنويا، وأثبت أن النصر لا يتحقق فقط على جبهات القتال، وإنما يتحقق أولا بوحدة الشعب وصموده ووعيه وإيمانه وإرادته في التحدي والنصر. فقد كان نصر أكتوبر حقا حكاية شعب، حكاية أباء وأمهات قدموا أبناءهم فداء لهذا الوطن، حكاية زوجات وأبناء وبنات عانوا مرارة الفراق، حكاية كل مواطن من شمال مصر لجنوبها ومن شرقها لغربها تحمل وصبر من أجل بلده، حكاية تجلت فيها الشخصية المصرية بكل عبقريتها فصنعت ما كان يعتقده البعض أنه مستحيل، لتؤكد أن هذا الشعب يبذل الغالي والنفيس لحماية أمنه وسلامة أرضه ضد أي تهديد أو اعتداء، وأن القوات المسلحة هي الدرع الحصين الذي يحمي مقدرات هذا الوطن مدعومة بوحدة شعبها وصلابته وإرادته. السيدات والسادة، يحل علينا هذا العام نصر أكتوبر في ظل أحداث متلاحقة وأوضاع مضطربة يشهدها محيطنا الإقليمي، تؤكد لنا من جديد أن خيارنا للسلام العادل والمستدام يفرض علينا الاستمرار في بناء قدرات القوة الشاملة لهذا الوطن، كونها السبيل الوحيد لصون وحماية السلام وردع أي محاولة للتفكير في الاعتداء عليه. ومن هذا المنطلق، فإن مساعي مصر الدائمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة تنبع من موقع القدرة والقوة والقناعة بأن السلام العادل والشامل يجب أن يراعي حقوق الشعب الفلسطيني وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والتخلي عن أوهام التوسع وسياسات العداء لضمان التعايش السلمي بين شعوب المنطقة وتجنيب الأجيال القادمة ويلات الصراع. واسمحوا لي في ختام كلمتي بأن أتقدم بأسم آيات التقدير إلى أبطال مصر
من شهداء القوات المسلحة في حرب أكتوبر وجميع الحروب، وأقول لأسرهم وزويهم إن شعب مصر أصيل لا ينسى من ضحوا من أجله، وأن مصر ستظل بارة بكم كما كان أبناؤكم برين بها. كما أتوجه بالتهنئة إلى قيادات وأبناء القوات المسلحة المصرية في عيد النصر، فقد كنتم على مدار التاريخ حصن الوطن ويده الضاربة في حماية أرضه وحفظ كرامته. وتحية من القلب إلى المواطن المصري صاحب الإرادة والقرار في معادلة مواجهة التحديات وتنمية القدرات، وأؤكد أنه بتلاحمنا وإخلاصنا ووعينا قادرون على تجاوز الظروف الصعبة كما تجاوزناها من قبل مهما كانت صعوبتها. وفي ذات الوقت نحرص على الاستمرار في التنمية لتحسين ظروف المعيشة ولبناء مستقبل أفضل تحظى فيه مصر بالمكانة اللائقة التي تستحقها بين الأمم. أشكركم وكل عام وأنتم بخير، ودائما وأبدا وبالله العظيم تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يعني الحقيقة النهاردة يوم كان يوم جميل من أيام مصر، يعني في ذكرى 51 عام على الحرب وعلى الانتصار. وبالمناسبة ديت اسمحوا لي ان انا دايما في كل فرصة من الفرص اللي زي كده احنا بنتكلم دايما على الدروس والعبر اللي ممكن نستخلصها من اي حدث. وانا قلت ان انا اجيب الضباط الصغيرين اللي هم في الرتبة يعني ورا مني دول عشان اقول لهم ان اللي مصر امانة في رقبتكم، مصر أمانة في رقبتكم. إحنا بفضل من الله سبحانه وتعالى هنبقى حريصين على بناء قدراتكم والحفاظ عليها، وإنتوا أيضا تحافظوا عليها وتبقوا مستعدين دايما للزودة عنها. فخلونا نتكلم على الفترة الحالية اللي إحنا موجودين فيها من 7 أكتوبر السنة اللي فاتت وحتى الآن. وعايز أقول لكم إن في كتير من الـ الأمور المتشابهة ما بين ما يحدث من اضطراب وأزمة كبيرة وما بين اللي دحمين احنا كنا بنقول عملية إيجاد حل للقضية الفلسطينية والإعطاء أمل للشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس، هيكون ليه أثر كبير جدا جدا في أن كل شعوب المنطقة بلا استثناء تعيش في أمن وأمان وسلام، وندخل في مرحلة جديدة جدا مختلفة عما كنا فيه. فأقصد أقول المهم اللي كل أثبتته كل الأحداث أنه طول ما الشعب المصري متماسك أي حاجة تانية هتتقضى، أي حاجة تانية هتتقضى، إلا أن يكون أمن وأمان بلدنا أو تتعرض لتحدي خطير يعني يفقدنا كل الجهد اللي احنا بنبذله للحفاظ عليها وحمايتها وشعبها. أنا بس حبيت أقول لكم إن بلدنا بفضل الله سبحانه وتعالى بخير، وقدرات الجيش كفاية للدفاع عن بلدنا مش عشان نعمل حاجة ضد حد يعني. وأنا عايز أقول بس إن كان أثناء والكلام ده بيتقال دلوقتي يعني كان مطلوب إن إحنا نجيب يعني أسلحة للقوات المسلحة في الفترة العشر سنين اللي فاتوا دول. أنا مش هجاوب على السؤال ده خالص، ومش عشان الحرب اللي موجودة دلوقتي، لكن لازم دي تعرفوا إن الحفاظ على قوة الدولة الشاملة بكل معانيها، القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والقوة الثقافية وقوة الوعي، أمر مهم جدا جدا ونشارك فيه كلنا. فأنا مش هجاوب على السؤال اللي شفته بقى، لا لا لا، حتى لو ما كانش حصل اللي حصل دلوقتي لابد ان القوات المسلحه والشرطه تبقى في اعلى جاهزيه وقدره لحمايه البلد. وده امر انتوا كمواطنين كشعب كبرلمان كحكومه كمفكرين كمثقفين لازم تكونوا
مش مقتنعين بيه، لا انتوا محتاجين ان انتوا تتكلموا مع الناس فيه دائما. فكل سنه وانتوا طيبين، وانا اتشرفت جدا جدا بقاده اللي شاركوا في حرب اكتوبر باللقاء بيهم، ولي عظيم الشرف بيهم، وبشكرهم وارجو ان احنا نوجه لهم التحيه تاني، اللي موجود معانا واللي مش موجود. امر عظيم جدا جدا، ولي عظيم الشرف ان احنا شفناهم النهارده. مره تانيه كل سنه وانتم طيبين، وربنا يحفظ بلدنا من كل شر وسوء، وبالله دائما بالله دائما بالله دائما يحفظ بلدنا من كل شر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.